عزيزه استاذه دكتوره رنا عماره استشاري التغذيه العلاجيه معهد العالي للصحه العامه. دكتوره رنا دايما بترحب بالبارتيسيبيشن وفعلا يعني دايما متواجده معانا. والنهارده يخترق موضوع يعني شيق جدا عايزين نسمعه من حضرتك على personalized dietary interventions for obesity role of glycemic profile وازاي يساعدنا نختار الدايتري باترن المناسب لهذا البيشنت. بشكر العزيزه رنا جابر على التقدمه وبشكر الدكتور مجدي على الدعوه الكريمه وشرفني طبعا التواجد مع قسم السكر في الادفانس ميتنج بتاعته. احنا بنتكلم النهارده على الرول اوف جلايسيميك بروفايل، هل في طريقه اقدر ان انا احدد الشخص ده هيستفيد من اني دايتري انترفنشن؟ وهو السؤال بصراحه بنساله دايما عندنا في البراكتس، لان احنا عندنا مشكله ان مش كل الناس اللي بديها نفس الدايت بتستجيب بطريقه متساويه. ده غير ان في ناس كتير قوي بدي دايت ومش بتستجيب، وبالتالي ده بيدينا المقدمه على ان احنا محتاجين فعلا بايو ماركر علشان يحدد لي انا همشي ازاي. يمكن من اول الاستخدامات للبايو ماركرز في تقسيم الدايتري انترفنشن هو الفاستنج بلاد جلوكوز، ده كان يستخدم كبروجنوستيك باي ماركر فور ويت لوس. وطبعا معروف ان اي حد دايابيتك يعني سكره اكتر من 126 they tend to lose more weight with higher fat lower carbohydrate diets عن الهاير كربوهيدرات دايتس. وان ذا اذر سايد واحنا عند فاستنج بلازما جلوكوز بتاعه اراوند النورمال يعني اقل من 100 فهو بي tend to lose more weight with higher carbohydrates and lower fat diets. اما الويندو او الزون اللي هي بتاعه البي دايابيتك اللي هم 100 ل 125 دول they benefit most من increasing amount of fiber reducing the glycemic index of the food and increasing amount of fat at expense of carbohydrates. الفاستنج بلازما جلوكوز مش بيدينا الصوره الكامله زي ما احنا عارفين، لان دي لقطه واحده من اليوم، واغلب الناس او تقريبا الناس اللي عندهم نورمال جلوكوز تولرنس دي تند تو بي هايبر انسولين. والهايبر انسولينيميا خلتنا ندور على انذر بايو ماركر اللي هو الفاستنج انسولين علشان نحدد ويتش تايب كان بنفيت ويتش بيشنت. A diet with a lower glycemic load is more important in high fasting insulin value يعني insulin resistant subject where patients with low fasting insulin value can benefit from diets which is lower in fat معناها انها تبقى higher in carbohydrate. يعني الكلام متطابق شويه مع fasting بلازما جلوكوز والفاستنج انسولين، برغم ان في طبعا studies قالت لا ان there is no evidence قوي بيوضح الفرق دوت. من اشهر الستادز اللي اتعملت علشان توضح وجهه النظر دي البانز لاست ستادي اللي قسمت 639 نون دايابيتيك اوبيز انديفيدجوالز لاربعه تايبس اوف دايت ومشت معاهم لمده سنتين، ثبتت ان هم كلهم ياخدوا لو جي اي فودز وثبتت ان هم ياخدوا 20 جرام اوف فايبرز ديلي. انا اتقسم الى الهاي كربوهيدرات دايتس اللي هم اول تو دايتس دول اللي بيبقى فيهم اللو فات، واحد منهم with a normal amount of protein والتاني is with a high protein، والتو دايتس الاخرانيين اللي هم اللور كربوهيدرات دايتس with a higher fat percent. لقينا ان الناس اللي عندهم low fasting insulin و normal glycemic they lose حوالي 3 كيلوغرام more على اللو فات high protein with moderate carbohydrate. النسبة بتبقى كده احنا بنقسمها ل 20% فات 25% بروتين و 55% كربوهيدرات بالمقارنة باللو فات افريج بروتين اللي هو ال 65% فات 15% بروتين و 20% فات. ده واحد عنده نورمال بلاد جلوكوز ليفل عنده لو فاستنج انسولين، يعني الاثنين نورمال بمعنى ده راجل بيعتمد على فكرة ان هو بياخد higher protein اكتر شويه علشان يخس احسن. طيب بالنسبه للناس بقى اللي عندهم higher fasting insulin they tend to lose more weight اللي هو 4 كيلوغرام more weight على ال high fat high protein. كده احنا قللنا نسبه الكربوهيدرات to the least اللي هي 35% كربوهيدرات، ودي تعتبر بالنسبه لي a lower carbohydrate range
بعلي البروتين بديله 25% جرام بروتين وبعلي الفات كمان معاهم 40% فات كومبيرد لواحد اخذ 45% كربوهيدرات and 15% of protein. يبقى تاني مايو ماركر استخدمته هو الفاستنج سيرال انسولين. والفاستنج سيرال انسولين ملوش كات اوف بوينت زي ما دكتور مجدي تفضل وعلمنا على الموضوع اللي هم اي ار، بس الاستاديز اتفقت ان الرينج بتاع ال 13 ده از اكسبتبل رينج فور وات وي كول لوور فاستنج انسولين اند هاير فاستنج انسولين، علشان اقدر احدد بالظبط ويتش دايتري باترن كان بي بينيفيشال. طيب برضو احنا الفاستنج بلازما جلوكوز والفاستنج انسولين دي لقطه واحده من اليوم كله على الفاستنج. طب وات اباوت ذا بوست برانديل؟ الكلام الجديد بقى كله على الايفكت اوف بوست برانديل الجلايسيميك بروفايل مع الديفرنت دايتس. الكالوري ستادي ديت اتعملت از ا بايلوت ستادي على 32 نورمال جلايسيميك بيرسون بيشنت اوبيز ادلتس، واختارت باي ماركر مختلف خالص اللي هو الانسولين 30، يعني افراز الانسولين عند 30 دقيقه بعد ان او جي تي تي. وبرضو قسمتهم انتو تو جروبس. الجروب الاولاني اخد هاي جلايسيميك لو دايت، معناها ان هو هاي كربوهيدرات دايت، وصلنا ل 60% اوف كربوهيدرات و 20% بروتين و 20% فات. والجروب الثاني لو جلايسيميك لو دايت اللي هو ال 40% كربوهيدرات، ودي تعتبر مودريت كربوهيدرات ريستريكشن. بيست على الانسولين 30 يعني افرازه هو للانسولين بعد 30 دقيقه، لو ان الهاي انسولين 30 they can lose 4 kilogram more if they consume a low glycemic load diet compared with a high glycemic load diet. وان العلاقه دي مش موجوده لو قسمنا الناس دول based على الهوما اي ار اللي هو بتاع الفاستنج انسولين. يعني الفاستنج انسولين ما ادانيش نفس الايفكت بتاع الانسولين 30، وده رجع تاني قال لنا لا ان البوست برانديال glycemic profile is a better prognostic marker for the success of diet. Also, in the fasting blood assays are used in many clinical diagnoses. Most people are predominantly in the postprandial state. Where the postprandial hyperglycemia or increased glucose variability, زي ما حضراتكم طبعا وعلمتونا، ده is more correlated مع ال non-communicable diseases وال chronic diseases وال obesity more than فكرة ال fasting blood assays. وحاجة مهمة جدا ان انا اعرف الشخص اللي قدامي ده ايه هي الفاكتورز اللي كان cause او is responsible for the individual variation بالنسبة لل glycemic response بتاعه after a diet. وده خلينا يعني قسمنا الناس بيزد على their glycemic response and their insulinemic response into different patterns اللي احنا بنسميها craft patterns. يمكن الكرافت patterns ديت اهم نقطه فيها علاقه البلاد جلوكوز بالانسولين secretion depending على التايم. ويمكن الحاجات اللي احنا بنشوفها ان مثلا زي الكرافت 3 بيبتدي الشخص الانسولين بتاعه بيعلى ليت which is called الديليت بيك، وبيقعد فتره طويله، وده مرتبط ب what we call the rebound hypoglycemia. والشخص يبتدي يشتكي من ان هو بعد ساعتين من الاكل بيجي له رعشه، وبيجي له ابتدي كل اعراض الهايبوجلايسيميا، ويتجه ناحيه السكريات والانكريس ان شوجر كونسامشن. الحاجه البايو ماركر الثاني اللي احنا ممكن نفرق بيه الدايت ريسبونس او الدايت efficacy هو which type of insulin resistance. هل البيشنت عنده الانسولين ريزيستنس بتاعه مينلي على الليفر، ولا هل البيشنت المسل انسولين ريزيستنس بتاعته، يعني هل هو impaired fasting glucose ولا هل هو impaired glucose tolerance. A greater impairment in the first phase insulin secretion indicative of hepatic insulin resistance اللي احنا بنسميه impaired fasting glucose، ولا هل القصة كلها higher 2-hour insulin and glucose concentration indicative of muscle insulin resistance. هل هيبقى في فرق في طريقة الدايت؟ برضو which type of organ اللي فيه insulin resistance هيوجهني ناحية which type of diet and even which type of exercise. الكارديو بروف دايابي ستادي قسمت الناس into people with liver insulin resistance
والناس اللي ليفل انسولين ريزيستنس معناها ان هم الفاستنج انسولين فاستنج جلوكوز بتاعهم هو اللي عالي they benefit from a low fat high complex carbohydrate diet which improves the insulin sensitivity in the liver insulin resistant subject. On the other hand, الناس اللي عندها المسل انسولين ريزيستنس they benefit more with a mediterranean diet high in monounsaturated fat والمسل انسولين ريزيستنس بي بنفيت كمان مع الريزيستنس تريننج. يعني الناس اللي عندها ليفر انسولين ريزيستنس يعني السكر الصايم بتاعها هي اللي بقى عالي they benefit with a high carb and a cardio metabolic exercise بينما اللي عنده مشكلته كلها في المسلز يعني 2 hours post بياند بتاعه هو اللي بيبقى عالي وعنده impaired glucose tolerance they benefit with a higher fat lower carbohydrate and resistance training حتى even a type of exercise can be individualized based على الglycemic profile بتاعه. الموضوع بقى تطور معانا لان احنا كمان بقينا بنشوف studies بتعمل association او correlation ما بين الglycemic variability يعني 24 hour glucose monitoring مع obese subject وفعلا في association ما بين median mage مع prediabetes والlongest time above 140 و 180 مع obesity glycemic variability لي effects او لي other lifestyle factors بتأثر على الglycemic variability بتاعت الشخص even حتى without فكرة الهوما IR والinsulin resistance. Other lifestyle factors بتأثر على الglycemic variability للobese person ملاش أي علاقة بالدايت هي earlier dinner time الناس اللي بتاكل الوجبة الرئيسية بتاعتها متأخر قوي بالليل بيبقى الglycemic variability بتاعتهم أعلى. Shorter eating windows الناس اللي بتاكل وجباتها في اليوم في فترة أقل مثلا من 12 ساعة الglycemic variability بتاعتها بتبقى أقل. Sedentary time يعني عدد الخطوات اللي احنا بنمشيها في اليوم بتأثر برضو على glycemic variability and even sleep بيأثر على glycemic variability وطبعا دي other lifestyle factors beyond بقى الدايت او بجانب الدايت بتأثر معايا على glycemic variability ولو حاجة بتأثر على glycemic variability فالشخص ده بالتالي ما بيخسش ومش بيرسبوند كويس مع الدايت. طيب احنا دينا بقى شوية معلومات كده او شوية نصائح بنقولها فيما يتعلق بالدياتري باترن وبطريقة الاكل علشان تقلل الجلايسيميك البوست برانديال جلايسيميك ريسبونس اند بوست برانديال انسولين ريسبونس للشخص. Reducing the glycemic impact of carbohydrates بان انا بقى reduce the amount of carbohydrates available to digestion reduce the rate of carbohydrate digestion but reduce the rate of glucose absorption وبقى increase the rate of glucose removal يبقى كل الخطوات دي انا بعمل بيها حاجة في الاكل او في طريقة الاكل علشان تحسن معدل ارتفاع السكر بعد الوجبة وبالتالي بتحسن معايا الـ response او dietary response للdietary intervention اللي انا هعمله. من اهم الحاجات اللي بنعملها او اللي احنا بنحاول ان احنا نعملها اللي هي effect of carbohydrate structure في حاجتين في موضوع الكاربس. اول حاجه الاميلوز احنا دلوقتي ليه القمح عندنا اختلف عن زمان القمح دلوقتي بقى low in amylose و high in amylopectin. الامايلوبكتين ده it's a readily digested and absorbed carbohydrates فكل ما السيريال دوت بقى فيه more amylose كل ما هو بقى الريت بتاع الابزوربشن بتاعه ابطا الريت اوف دايجشن ابطا والريت اوف ابزوربشن ابطا وبالتالي قدرته على رفع سكر الدم هتبقى ابطا. هما دلوقتي بيحاولوا ينتجوا من القمح اصناف تبقى فيها هاي امايلوز. احنا ايه اللي موجود عندنا في يعني الماركت نقدر نستخدمه من السيريالز فيها هاي امايلوز طبعا اشهرهم هو الشعير يليهم بعد الكورن بعد كده الكورن ثم بقيت اذر سيريالز بقى اللي هي كانت موجوده يعني قبل الاستيراد زي مثلا الميلت والباكويت والكينوا والحاجات دي ما علينا مش هنجيب سيره الحاجات دي مش مهم خلينا في الطبيعي احنا بنتكلم على كورن وبنتكلم على شعير. طيب ايه تاني ممكن على فكره نغير حتى لو احنا بناكل رز او بناكل بطاطس او بناكل عيش ايه اللي ممكن نغير في طريقه الطبخ او الطهي علشان نقلل سرعه امتصاص الستارش من الكربوهيدرات ان انا اطبخ الرز
من يوم قبله واسيبه يبرد في التلاجة وتاني يوم اسخنه واكله. دي طريقة بتخلي الستارش يتحول انتو ريزيستنت ستارش. ريزيستنت ستارش من اسمه كده بيخليه يبقى اقل في الابزورش. طيب عموما احنا ما عندناش الطريقه دي واحنا طبعا ما بنطبخش اصلا فمش مشكله. طب حاجه من الحاجات المهمه جدا ان انا بقلل بزود الفايبرز وبزود البروتين وبزود الفاتس في الاكل بتاعي. فكره ان انا اسبستيتيوت الفلاورز دي فكره وجيهه جدا. دلوقتي بدا يظهر عندنا العيش اللي معمول من دقيق العدس ومن العيش اللي معمول من دقيق الحمص وفكره السبستيتيوتنج الفلاورز بحاجات تانية دي علشان تقلل الجلايسيميك ريسبونس وتقلل الانسولين ريسبونس. حاجة تانية بنعملها ودي حاجة مهمة ان انا بزود البروتين كونتنت بتاع الوجبة وبزود كمان الفايبر بتاع الوجبة. الفاتس والبروتين الفاتس والفايبرز في الوجبة بيقللوا الانزيماتيك ان الانزيمز تقدر انها تهضم الستارش بسرعة. في حاجات بقى في الايتنج بيهيفير انا قبل ما ابتدي اكل ممكن اعمل حاجة اسمها بريلود. بريلود دي يعني انا باكل حاجة قبل ما اكل الوجبة بتاعتي زي مثلا ان انا اشرب كوبايه لبن ان انا اخد قطعه جبنه زي مثلا الفرنسويين بيعملوا. الحاجات دي اسمها بريلود والغرض منها انها بتقلل الجلايسيميك ريسبونس وبتزود الساتايت. بالنسبه للبريلودنج وذ بروتين الفات من اشهرهم زي ما قلنا التشيز. التشيز بتقلل الجلايسيميك ريسبونس ده غير انها بتقلل كمان الساتايت. في حاجات تانية موجودة طبعا في الماركت اللي هي الفايبرز اللي بتشرب قبل الوجبة وقصتها انها بتقلل الجاستريك امتنج وبرضه بتقلل الانتستينال جلوكوز ابسوربشن وبالتالي بتقلل الجلايسيميك ريسبونس تو فود. في اذر بوليفينولز وفي حاجات بقى زي الكاري زي ان انا اشرب الشاي معروف ان هو بيقلل الدايجستيف انزيمز. الكيوي من ضمن الحاجات اللي بتقلل برضو الجلايسيميك بيك. والفينيبريك اللي هي الحلبه معروفه طبعا معروف دورها في السكر فكرتها انها بتقلل الجلايسيميك ريسبونس بعد الوجبه. الميل سيكونس دي واحده من الحاجات المهمه جدا اللي بننصح بيها الناس دلوقتي علشان تقلل الجلايسيميك ريسبونس بعد الوجبه اللي هي ان انا ابتدي بالخضار ثم اللحمه ثم الرز. بالسيكونس ده قالوا ان هو فعلا بيزود الجي ال بي 1 وبيحسن ساتايتي وبيقلل من سرعه امتصاص السكر ورفع سكر الدم. من ضمن الحاجات المهمه برضو بننصح بيها كل الناس اللي بتحاول انها تخس ان احنا نقلل الجلايسيميك لود بتاع الوجبه في البريكفاست. والجلايسيميك لود هنا مش بس ان انا اختار حاجات زي الاوتس بدل ما اكل عيش او ان انا اكل فواكه بدل ما اكل كيك او بسكوت. لا ده انا كمان ممكن خالص الوجبه دي تبقى فيري لو كربوهيدرات يعني الوجبه دي ممكن تبقى توتالي وذاوت كربوهيدرات وممكن تبقى كمان في مجملها كده او في تصميمها شبه الكيتوجينيك ميل يعني اكل بيض مع كريمه مع جبنه شجر احمر القصه دي كلها في معلقه زيت. فكرتها دي انها بتخلي الجلايسيميك ريسبونس طول اليوم كويس بالمقارنه بان انا لو اكلت حاجه فيها هاي كربوهيدرات الصبح. دي كل الترينر استراتيجيز اللي انا ممكن اعملها تو ديكريز ذا بوست برانجر جلايسيميك ريسبونس. اند ثانك يو اول.